إن شاء الله تعالى في هذا المنبر نذكر الناس بآيات الله تعالى وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالمنهج القويم الذي ورد في أعظم كتاب، وهو المنهج السلفي القائم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. والسلف أي الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أزول يا جماعة دار الرضا ودار رب العزة والجلال يدخلوا الجنة عليه، يدخل في الآية دي. كيف يدخل في الآية دي؟ اتبع الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآية. ونحن يا جماعة من برنا ذا عشان تكونوا على علم، ما شغلة بتاعت ردود أفعال، والله ركز معانا كويس. نحن جايين نتكلم في التوحيد والسنة ونذكر الآيات والأحاديث، وإنت في النهاية أبقى حر مع الكتاب ومع السنة ومع الحق. بعدين لما يرسلونا شفع زي الصراقيل، الصراقيل ده ما وراه سنارة ونحن ما سمك، نحن تماسيح بالمناسبة. السمك ده المصغر، نحن تماسيح عديل ولابدين تحت الموية. شفت تحت الموية بنعاين من فوق. الصارقيل ده ما بشبعنا، بنجر السنارة بالورا ذاك. تفاهم كلامي؟ دارين الكبار الماسكين السنارة يجوا خاشين البحر، دارين يستحموا ولا يعرفوا الحاصل، إن شاء الله بيخشوا. لكن صراقيل بعدين الشبكة بتاعتنا دي فتحاتها كبيرة، يعني ساردين ما بتمسكوا، معليش يعني حاجات صغيرة ما بتمسكها إلا سمك كبير وكذا وكذا. فأنا ماذا أضيع زمنك؟ أفهم الكلام؟ وإنما الواجب على الإنسان أن يعرف دين الإسلام. الدين ده باختصار يا جماعة كتاب وسنة بفهم السلف. واحد. اثنين، الدين قائم على أصلين. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. اثنين، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. بس ده دين الإسلام، لو فهمته انت فهمت الدين، موضوعك انتهى. الأول أن لا يعبد إلا الله، في الشدائد تنادي الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كفار كانوا في الشدائد بنادوا الله براو، لأنه هو الذي ينجي سبحانه وتعالى. لما نصلوا الجيفة وصلوا محل الهدوء والراحة، بعد تاني بيرجعوا لآلهة ولأصنام ولغير من المعبودات التي تعبد بالباطل والتي هي في نفسها باطلة. أشكي رب العزة والجلال قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والله تعالى قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ناس تلقى الواحد يصلي في الصلاة يقول: إياك نعبد وإياك نستعين في الصلاة، يعني يا الله أنا ما بعبد إلا أنت وما بستعين إلا بيك أنت يا الله سبحانه وتعالى. مرقة من الجامع يا عتر يا الحسن من المحن، واتحسون من المدفونة، واتبدر من الفقر، ويا إسماعيل الولي ويا برعي ويا مكاشفي ويا كباشي
ويا صايم ديما ويا تورعفينا ويا ودبنقا ويا فلان وفلان، وهذا كله من الكفر بالله تعالى ومن الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. لأن الله تعالى قال في القرآن: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. دول بعد اهتدى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاني يرجع بعد قال لا إله إلا الله أي لا أعبد أحدا ولا يستحق أحد أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، تاني أجرى يقول يا فلان ويا علام من الناس. قال الله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بعدين يا جماعة من مظاهر الشرك أيضا ادعاء علم الغيب. ما يقولوا شيخ فلان يعلم الغيب وشيخ فلان بيجيب الرائحة وشيخ فلان بيرد الضالة. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب فالذي يعلم الغيب هو الله وحده لا شريك له. الليلة الصوفية بعد شوية بنفتح فرص إن شاء الله للحوار والنقاش. الليلة الصوفية يعلقوا العباد بعبادة العباد ويعلقونهم بالأموات، زي ما قال البرعي قال: قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ورب العزة والجلال قال في القرآن: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير، في سورة النحل. فالغيب ده يا جماعة صفة من صفات الله وحده لا شريك له، هو علم الغيب. كذلك من مظاهر الشرك المنتشرة اليوم أن يقال بأن فلانا يهب الذرية. المرأة زوج راجل سنتين ثلاثة خمسة سنة ما ولدت، يقول لك مش لفلان بدي جنى. ودي برضو يا جماعة عقيدة من العقائد الباطلة ومن العقائد الكفرية، لقول الله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. بخلق الجنى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وده الآن موجود برضو عند الصوفية، زي ما قال البرعي في كتابه أعلام الطريق: كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، إلى آخر القصيدة. الأصل الثاني من الأصول التي يقوم عليها دين الإسلام اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا في كل شيء، في ظاهرك وفي باطنك وفي عبادتك وفي أخلاقك وفي معاملاتك، وبهذا تكون النجاة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا أكتفي بهذا القدر.